وهذه الأشياء الصراحة مهمة يجب أن نذكرها، لأنه كثير ناس يظهر معاه خوف، ارتباك، تلعثم، وقصر النفس اللي بيؤدي طبعا اللي الخوف هذا. كيف ممكن أن الواحد يسيطر على كل هذه العوامل؟ هي بالضبط نفس اللي أنا حكيته، الموضوع بيحتاج تدريب حتى توصل مرحلة وإنت على الستيج وعم بيجيك الاتنشن أو عم بيجيك الانتباه، إنت لساتك في مرحلة مرتاح، وبنفس الوقت الأسلوب الخاص تاعك عم بيطلع. ولكن إذا بدي أعطي للناس تريك صغيرة، خذ نفس طويل، هاي أول شغلة. وشغلة ثانية، لما أنت تتوتر قبل الستيج، غالب الناس بفكروا أنه هذا الإشي لازم ينمحي عشان أقدر أأدي، ولكن مش حقيقي. بس غير ذهنيتك عن فكرة أني أنا متوتر، لأنا حاسس إكسايتمنت أو إثارة. فطبيعي قبل ما أطلع الستيج أحس هالمشاعر، يعني حتى أنا بحكي قدام أعداد كبيرة من الناس، لهلا لما أطلع قبل الستيج بحس هالمشاعر، يتأثر الصوت بالزبط. بس إذا بدي أجي أحكي لحالي أني أنا خايف، أنا خايف لازم أروح الخوف عشان أطلع ستيج، ما بزبط. طيب. واللي بيصير عادة أول دقيقة دقيقتين عبين ما يمر هذا الخوف ببلش. أهم نقطة، إحنا خلاص راح انتهى وقتنا، بس أنا بدي أركز على أهم نقطة أنت ذكرتها، بأنه فعلا يجب أن نتخيل أنه إحنا بنحكي مع شخص واحد بيكون في حميمية وبيكون في شخصنة للموضوع. بالضبط. وهذا بيخليك أنت مرتاح كتير أكثر. بالزبط. هذا إشي ساعدني كتير على فعل هذه النصيحة الذهبية. أشكرك دكتور إيهاب حمارنا، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك يا راوي.